ولد الصحفي العراقي زيد بن يامين أوشانا في 27 من آيار مايو عام 1980 في مدينة كركوك. عمل بن يامين في عدة مؤسسات عربية وغربية، ويعمل حاليا مراسلا في واشنطن لإذاعة راديو سوا. انتقل زيد بن يامين في وقت مبكر من حياتي من كركوك إلى بغداد مع عائلتي، وعاش أغلب سنواتي في العاصمة العراقية بغداد، حيث درس في ابتدائية البحتري البكر سابقا، ثم متوسطة المنصور وإعدادية المنصور للبنين، والتي تخرج منها في عام 1998، ثم أكمل دراسته الجامعية في كلية الهندسة المدنية بجامعة بغداد في عام 2002، ثم تحول إلى المجال الإعلامي في عام 2003 بعد سفره إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لشغفه بالإعلام وخصوصا بعد الغزو الأمريكي للعراق. برز زيد بن يامين في العمل الإعلامي بعد انضمامه كمحرر في القسم الرياضي في صحيفة إيلاف إلكترونية التي تصدر من لندن في مايو عام 2005، وسرعان ما انتقل بعدها للعمل في أقسام الصحيفة الأخرى ومن أبرزها قسم الترجمة. كتب مقالات توضح تاريخ عدد من الشخصيات التي قامت بأدوار أساسية في تحديد شكل منطقة الشرق الأوسط، مثل نوري السعيد وعلي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. كما عمل على ترجمات تتعلق بوثائق لأحداث وقعت في المنطقة، مثل التحقيقات مع الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والدراسة العسكرية الأمريكية الخاصة بغزو العراق وأسباب هزيمة القوات العراقية في عام 2003. في يناير من عام 2009 قام زيد بن يامين بتغطية بطولة كأس الخليج بكرة القدم في العاصمة العمانية مسقط، وأثارت إحدى مقالاته أزمة بعد خلاف على حقوق النقل التلفزيوني بين قناة الجزيرة صاحبة حقوق النقل والقنوات الخليجية الأخرى التي لم يسمح لها بالدخول إلى الملاعب. في 12 من أيلول سبتمبر لعام 2012 أشارت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إلى أن زيد بن يامين كان أول صحفي ينشر صور تؤكد وفاة سفير الولايات المتحدة في ليبيا كريستوفر ستيفنز جراء هجوم وقع على مبنى تابع للقنصلية التابعة لواشنطن في بنغازي. زيد بن يامين يعمل حاليا مراسلا لقناة التلفزيون العربي في واشنطن. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.